السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا ومتابعين محايا العالم الوطن العربي على قناتكم المفضلة قناة الصيد مع زيزو. قبل ما نبدأ الحلقة يا جماعة، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس، وإن شاء الله الحلقة هتعجبكم، وإن شاء الله محتوى القناة لو بصيت عليه برضه هيعجبكم. مبدئيا قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يا جماعة، مبدئيا دي تكملة للحلقة اللي احنا عملناها النهاردة الصبح عن صيد الكارب لما كان في قطعة صغيرة. أنا قلت لكم دلوقتي يا جماعة بصطاد الطعم اللي هنزل بيه، وده يا جماعة جبنا دلوقتي الطعم وهننزل بيه النهاردة، هننزل بالطعم الحي. وصيد الليل يا جماعة ده مزاج، صيد الليل ده محتاج مزاج، يعني بالبلدي كده انت هتصبر بس اللي هتضرب هتضرب صح. ده جماعة صيد الليل هتصبر عليه، بالاخص طعم الحي تصبر، بس لو ضربت هتبسطك. وكده يا جماعة نتوقع على نبدأ حلقة النهاردة ونشوف لو ربنا رد حاجة، هنشوفها بإذن الله في الفيديو ده يا جماعة، انتظرونا وإن شاء الله خير. جماعة العدة اللي ننزل بيها يا اخوانا رصاصة زي ما انتوا شايفين، دي بالظبط 30 جرام زي ما انتوا شايفين على المدور على الخرز اللي احنا عاملين عشان بس تقفل، عشان خاطر نحمي الخيط منها من المدور من الرصاصة. على ترميلة، ده خيط يا جماعة فلورو كربون، خيط فلورو كربون مقاس 40. وهو شو يا جماعة السن، اهو يا جماعة اهو ده السن اللي احنا هنستخدمه النهاردة. قلنا نجيب سن كبير كده ليه؟ لان الاسماك اللي تبقى موجودة اليومين دول بالليل هتبقى اسماك عافية، فتحتاج سن حاجة ايه يستحمل معانا. ادي يا جماعة السن اللي انا بستخدمه اهو. نجيب طعمية حية، ادي واحدة اهي، ودي يا اخوانا هيجي نجيبها من عند الديل. بس كده خلاص، من عند الديل زي ما انتوا شايفين، وكده تمام. وهذا الماء في الماء يا جماعة، ونشوف لو ربنا رد حاجة هنشوفها ان شاء الله في الفيديو. تابعونا يا جماعة ان شاء الله خير. اللهم صل على النبي، الله اكبر. اللهم صل على النبي. شوف المنظر يا اخوان، اللهم صل على النبي. وحش يا اخوان، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، مع النوعيات دي من الاسماك لازم يكون لابس جوانتي على الاقل يا جماعه، عشان اسنانها بتقطع، دي سنتها بتقطع الصباع. يا سهل يا رب، يا ما شاء الله. يا ما شاء الله، كلت السمكة كلها، بلعتها مش كلتها. السمكة مبلوعة جوه.
اخوانا. ما شاء الله. يا جماعة اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. ما شاء الله. وبكده يا جماعة يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بس قبل ما ننهي الحلقة، في رجاء يا جماعة، احنا يا جماعة هنا على القناة بنحاول بأقصى ما يمكن، بنجيب معرفة، بندي معلومة، بنحاول ان احنا بأقصى ما يمكن يا جماعة ان احنا نوريكم طرق حديثة في الصيد، او طرق تقليدية، او طرق متداولة، او انواع طعام مختلفة او كده. انا طالب منكم يا جماعة بس الدعم ده عن طريق الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فكرة الدعم ده يا جماعة ده بيساعدنا وبيحفزنا ان احنا نكمل فيديوهاتنا. بحس اننا في ناس يعني مهتمة بالشغل اللي انا بعمله، او مهتمة بالفيديوهات اللي بعملها، فده يشجعنا يا جماعة ان احنا نعمل فيديوهات اكتر. فرجاء لو لايك او اشتراك وتفعيل الجرس، يبقى يا جماعة انتوا كده خدمتونا خدمة كبيرة. وكده يا جماعة يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، اتمنى تنال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامة.